عليكي ودقيت لك وعم يطلع لي موبايلك خارج تغطية، انت رحتي على البيت ولا بالمخفر؟ ليكي بس اعطيني المحقق لحتى افهم منه، بدي احكي معه. امي لا تخافي انا منيحه، وانا كمان كنت كثير عم دق لك بس ما عم بيعلق الخط معي، يمكن من الشبكه، ولهالسبب دقيت لستي ساري. هلا اول شيء قولي لي انت وينك؟ برمي لورا. شو رجي حبيبتي انت منيحه؟ انا منيحه بس كنت رايحه على البيت بس ضليت هون بسبب ستي ساريتا، وبدي ساعد رامبير كمان، بقصد يعني نحن لازم نساعده لانه هو بحاجتنا، لهيك لازم نروح هلا على مخفر الشرطه، وبعتقد انه لازمنا محامي، وانت بتعرفي انه رامبير ما عمل شيء ومستحيل يرتكب جريمه، وهو ما بيتصرف بهي الطريقه، مستحيل انه يعمل هيك شيء، ونحن لازم نروح فورا هلا ونساعده. طولي بالك بس طولي بالك شوي، انا هون جنبك ماشي، كله بينحل، وكمان إذا رامبير ما عمل شيء أكيد رح يطلع، وأنا شفت المحامي وقت اللي ما استفدت شيء إجيت. تذكري وقت الأولاد بيقعوا من شكله الأهل على طول بيعرفوا، وأول ما أهلك يوقفوا جنبك ما رح يسمحوا لأي حدا إنه يضر أولادهم أبداً، فهمتي؟ ماشي حبيبتي. تعرفي انه ستي ساريتا شو شافت؟ ما رح تصدقي بالمره. ستك ساريتا هون؟ شو عم تساوي؟ انا قلت لك حاولت دق لك كثير بس ما علق الخط، فحكيت مع ستي ساريتا ولهيك انا اجيت كرمال شوفها هون بالفندق، بس بتعرفي شو؟ هي قالت لي انه الشخص يلي شافته هو يعني مين شافت؟ بصراحه يعني كان انا بدي روح على مخفر الشرطه كرمال اني ساعد رامبير بهالمشكله، فدقت لي ستي ساريتا وقت اللي كنت طالعه وطلبت مني ضل موجوده هون واستناها، وبعدين قالت شي ما بيتصدق، قالت بتعرفي مين شفت بهي اللحظه براتشي؟ يعني بنتي انا فهمت عليكي بس لهلا ما قلتي لي ستك ساريتا مين شافت؟ شافت مايا لساتها عايشه. نعم؟ بأي غرفة بلاقي المحقق؟ رقم الغرفة 1001. بس هي كيف شافت مايا؟ بعرف وهذا اللي فكرته أنا كمان، بس إذا فعلاً مايا هي انقتلت، مين اللي شافتها ستي ساريتا؟ من هني. من هون؟ شكراً تكلم. شكراً تاي مو معقول. إيه بس وينك أنت ستي ساريتا؟ بلا فهم، كم مرة بدك تسأليني نفس السؤال؟ وأنا كم مرة لازم أطلب منك تبعتي لي أنت وين واقفة؟ كرمال لاقيكي بسرعة. وأنا قلت لك إني ما بعرف كيف بدي أبعت لك المكان بالضبط. إي شو يعني؟ أنا هلا رح أعلمك. يلا قولي لي أنت وين هلا؟ وأنا رح أجي لعندك. جنب غرفة الناطور، أنا واقفة بهذا المكان. أنت سكري تمك وافتحي عيونك ورح تلاقيني. ستي ساريتا على فكرة عيوني تعبوا وهن عم يدوروا عليكي، أنت وين؟ ماني شايفتك. حق علي أنا. ما كان لازم دق لك بالمرة، لو اني من الاول دقيت لبراتشي وقلت لها اني خطفت لمايا وخبرتها كمان اني هلا واقفه قدام غرفة الناطور كانت رح تجي بسرعة لهون وتلاقيني فورا، ما كانت رح تضيع وقت مثلك وتضل عم تفتل بنفس المكان. بس انا هون لانه انت طلبتي مني اجي على الفندق، يا ريت تثبتي على رأي واحد. اول شيء طلبتي مني ضل بالبيت وبعدين طلبتي مني اجي لهون على الفندق، وهلا بعد ما اجيت عم تبهدليني. ليكي انت صايرة ختيارة.